انا جو سوي كونتر حق مش عليك بون. حتى كان محلل دينيا نجم تطبق الدين نتاعك، نحن ديننا الاسلام، مي وقت يبدا مقنن مع الدين خويا خذ حتى 16 ولا حتى قداش، المهم تاخو في نطاق القانون. هذاك انت بنتي كونفيكسيون نتاعك قانونيا، والمراه اللي باش تاخذها زاد عليك دو اتر كونفاكو اللي انت باش تاخذ زوز مع المراه الثانيه. ها عليه باش تسهل المعيشه، باش هكا المراه الاولى تبدا تحط تقرا حسابها تقول لك انا نعمل هكا ولا هكا يمشي للثانيه. لما تو بداو خاطر في مراه واحده قد ما تعمل ديما تلقاها واحد تقول لك نعملوا مراه في دور يا رجال، كي تبدا فما الثانيه تولي تخاف. ضد عليه يلزم يكون فيدال ووفي للزوجه الاولى ولصغارك. اللي يقدر ياخذ الزوجه الثانيه ما ننصح ياخذ من غير ما يخمم زيد، اما سافور عاد باش تقبل لك الاولى واللي هكا، وبطبيعه زيد مكتوبك لهنا يحكم، فهمتني واللي كان مكتوبك كي صح تاخذ حتى ثلاثه كان لازم. عندي ولد راجلي ماخذ امراه عرفي مش متزوجها، فهمتي عرفي هون وعاش هو ياهل بس عليه. وهل انت معاه ولا لا؟ وخوتي انا معاها خاطر الدنيا ما عادش صعبت، ما عادش ماخذه بالزواج بصراحه تاع فرح ولا حاجه. انا ولدي كعرس انا تو نخسر في الديون نتاعو، قاعد يولي كيفاش يمشي يعمل زوج عرفت. اصبر اخي ما عادش خالتين خاطر الشباب راه. انا ضد، مش ضد راهو ضد، خاطر واحد وهي وحده وحل فيها وربي يعلم به المواد على وحده هو انا ريت شعري شايب هذايا من واحده بركه خلي كان يولي وزور. معناها نتصور انا الحكايه هذايا نتاع الناس الهاي يمكن تلقى لاباس عليه، عملوا حيده في التركينه هاكا منها زعما زعما عرفي وهي تلقاه صاحبته عايش هو خاطر فد من الاولى هاكا يعمل واحده ثانيه قوت فلوس، اما الزواني ما يقدرش على الثانيه مسكين.